ماذا يفعل بورث الكافر؟ يرثه الكفار من أقاربه إذا كان هذا الكافر له أولاد، أولاد مسلمون وأولاد كفار، يرثه أولاده الكفار ما يرثه أولاده المسلمون، والعكس صحيح، إذا كان مسلما يرث أولاده المسلمون ولا يرث أولاده الكفار. فنفس تقسيمة الميراث لكن للكفار وليس المسلم. أما إذا لم يكن له ولي فماله لبيت المال، يأخذ عامة المسلمين، يكون لبيت المال لعامة المسلمين.